الله يبارك خاوتي، الله يبارك ما شاء الله. شوفوا منا جنة النعيم في الأرض، شوفوا خياني، شوفوا الله يبارك. اللهم صل على الحبيب. شوفوا خاوتي بلادنا الغالية ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب. شوفوا خاوتي واحد المناظر لهنايا، هاوي ليك الله يبارك ما شاء الله. بلادنا خاوتي شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب. شوفوا خاوتي هنايا، فيديو هذا نهدي الجزائريين كامل. شوفوا هنا يا ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب. شوفوا البلاص هذا، الله يبارك. البلايس هذا في جيجل، شوفوا هنايا شوفوا هنايا، الله يبارك ما شاء الله. هنا يا راني مشيت، شوفوا خاوتنا قد ما نوصف لكم الجمال تاع الطبيعة تاع بلادنا ما نقدرش نوصفها، الله يبارك فور. انا نتمنى من خاوتي يحافظوا عليها والبلاد راهم يخدموها ماليها. والله ما ناظر في القمة، الله يبارك ما شاء الله. شوفوا الفيديو هذا نهديه الجزائريين كامل، الناس اللي راهم يشوفوا فينا والناس اللي راهم بالغربة، خاوتنا وحبابنا. هاولي ليك الواد، الله يبارك الما كيف راه يدير. اليوم راه كاين غيم، الصورة ما تجيش واضحة. هنايا تقول لك بجاية جيجل ولا العنصر، هنايا جيجل 44 كيلو. ادعيوا لي خاوتي انو قدرني ربي العالمين ونجيب لكم جديد. خاوتي الانسان ديما كيعود شاد الطريق يذكر ربي سبحانه، كاين اذكار يذكرهم يفرج عليه ربي ويوسع له ربي خاطره في الطريق، خاصة
خاوتنا شوافرة اللي راهم يسوقوا راهم يتعبوا بزاف، ربي ان شاء الله يثبتهم وربي يعينهم على صراط مستقيم ان شاء الله. انسان ديما كيكون شاد الطريق يذكر ربي سبحانه ويدعي ربي العالمين انه يوفقه وش يعاونوا خاوته وكبر له ربي خاطره ويشوفوه الناس وشيفور خاوتي. باش تكون شيفور لازم تكون انسان محترم وانسان تقدر الكبير والصغير ويشوفوك الناس وتعرف قيمة الطريق وما تسرعش، تمشي بعقلك تروح وين تحب. شوف الله يبارك بلادنا كيف راهي، شوف الله يبارك. هذيك مقبرة الشهداء اللي راهم فاصلينها، ما شاء الله. هنا يا يمتازوا بالزراعة نتاع الفراولة، الله يبارك. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هنا يا المرجاوي اللي في الماء. أنا كنت نتغدى، راه يأذن، ربي يتقبل إن شاء الله من الجميع. هنا يا خاوتي راح نطلع على البحر، هاي وليك الله يبارك. هاوليك البحر اليوم فيه شوية أمواج، هذا الشاطئ تاع سيدي عبد العزيز. هاوليك الشاطئ تاع سيدي عبد العزيز، الله يبارك، نظيف ما شاء الله. هذه الطريق اللي تدي الجيجل، هاي ويليك مع البحر. السلام عليكم خاوتي، انا جبت لكم راح ندير لكم جوله هنا قدام الشط تاع البحر. شوفوا الله يبارك ان شاء الله. اليوم راه شويه البحر يتحرك مش كما ذا الايام، هذا الايام كالم. شوفوا خاوتي بلادكم، الله يبارك، راه سخانه شويه هنايا. هنايا راني قريب البور تاع جيجل، بس هذيك يقولوا لها جنجن، بالك نقدر نقدم لها شويه. يمر على الغيم شوية ما تبانش مليح. ليك ما تبانش مليح.
هذه هي جيجل، الله يبارك في السواحل تاعها ما شاء الله، ربي يتم ان شاء الله. ادعيونا ربي العالمين انه يوفقني ان شاء الله ونجيب لكم الجديد. شوفوا خاوتي الامواج، الله يبارك. عاودتي هنايا تحية كبيرة للشعب الجزائري، ربي إن شاء الله يوفقنا، ربي إن شاء الله يهدينا. عاونونا خاوتي باللايك وبالجرس، مشكورين، تحية كبيرة والتقدير.